الو الزراعيه مباشر. انا حد يسمع لينا؟ انا عندي مشكله مش لاقيين تعاون. يا بيس عايز ما حدش يعرف. الزراعية مباشر مع سامح عبد الهادي. بسم الله الرحمن الرحيم. نهر النيل شريان الحياة لكل المصريين. نهر النيل بيعتمد عليه المزارع في أرضه في تربية الماشية، بتبقى مشكلة كبيرة جدا لو الماء وما وصلتلوش، ومشكلة كبيرة جدا لو جودة هذه المياه لا تناسب محاصيله أو تناسب إن هو يقدمها للثروة الحيوانية اللي موجودة عنده. نهر النيل أمانة في عنق المصريين كله، في عنق المواطنين قبل المسؤولين، لأن المواطن بيتعامل بصورة مباشرة مع نهر النيل، وأيضا المعاملات الخاطئة والمخالفات التي قد تصل إلى جريمة في حق نهر النيل تؤثر على جودة المياه. إحنا بنتكلم عن نهر النيل بسبب تعدد حوادث تسرب المواد البترولية إلى نهر النيل في السنوات الأخيرة. ده جزء أو جانب من المشاكل اللي بيتعرض لها نهر النيل، وده فعلا بيعرض النهر للعديد من المخاطر، مخاطر التلوث، ونظرا لأن هو فعلا شريان الحياة كلمة بنقولها، ولكن في نفس التوقيت احنا حاسينها مش مجرد تعبير، هو فعلا الحياة. يجب علينا كلنا محاصرة تلك المصادر التي تتسبب في التلوث بالنسبة لنهر النيل، اللي زي ما قلت المواد البترولية جزء منها. ومن فترة لفترة ومن سنة لسنة بنسمع على هذه المشاكل وهذه الحوادث التي تؤثر على نهر النيل. ده بيكون ليه أسباب عديدة، نتيجة لإما أعمال النقل النهري، العائمات السياحية، ودي بتسبب صرف لمياه أو في المياه لمخلفات تلك العائمات المختلطة بالزيوت، وإن في أيضا مخاطر التلوث بالزيوت من أنشطة نقل المازوت للمصانع عبر خطوط الأنابيب والسفن. في خبراء بيحبوا نهر النيل وبيطالبوا بضرورة قيام وزارة البترول بالإسراع في إجراءات إنشاء مركز رئيسي لمكافحة التلوث البترولي بنهر النيل، وأيضا إنشاء مركز مكافحة فرعية مع تزويده باللانشات، ودي تكون موجودة ومستعدة لمواجهة الحوادث المحتملة. يجب أيضا أن نحرص على قيام شركات البترول بتزويد جميع المراسي البترولية النهرية التابعة لها بكمية مناسبة من وحدات حواجز الزيت الكامنة. ده يعني إجراءات مهمة جدا في هذا التوقيت أن ننتبه إليها، أن نتابع مع الدولة ماذا يحدث. ده على مستوى المشاكل الكبيرة المتعلقة بالنقل النهري أو شركات البترول أو المراكب السياحية. ولكن في جزء تاني وفي قطاع عريض جدا بيتعامل مع نهر النيل وبيتعامل أيضا مع الترع، وهو الفلاح المصري الذي يجب أن يكون لديها الوعي بأهمية الحفاظ على نهر النيل، بأهمية منع كل العوامل التي قد تؤدي إلى مشاكل مع نهر النيل ومع تلوث المياه. برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من الزراعية مباشرة.